اهلا ومرحبا بكم، انا الهادي حواري ونلقي نظره سريعه لعناوين بيت الاخبار من اي راديو اليوم الليله. طالب الامين العام للامم المتحده بتقديم تقرير عاجل بيوضح بالتفصيل الاجراءات اللي اتخذوها ضد عمال بيت الاغاثه المتهمين بانهم ارتكبوا انتحاكات جنسيه في المخيم بيت الامم المتحده في مدينه بيت ملكال بولايه على النيل. البوليس في ولايه شمال بحر غزال نقل صباح الليله جوا الى جوبا 9 اجانب تم انقاذهم من تجار بيت تحريب البشر. الحكومه قال لنظير بيتاو المغربي بعدما النظر الى اجتماع بيتاو مع الدبلوماسيين بيت الصحراء الغربيه على حامش اجتماعات بيت الجمعيه العام للامم المتحده بشكل سلبي. وناشد محافظ موغاد مندر الشرقيه بولايه غرب الاستوائيه المصلحين اللي بيحاجموا المسافرين على طول الطرق السريعه لوقف العمل ده. شكرا للمتابعه.